عبر طريق من نور وتمضي به أملا. علا قازان من اللاذقية تتجاوز الصعوبات وتنجح في تأسيس مشروع منزلي في صناعة شموع الزينة. أنا علا عم بدرس علم اجتماع سنة ثالثة. وقفت هاي السنة نتيجة هيك شوية ظروف، بس أنا حدا ما بيقعد بالبيت يعني، فدائما بحب أطور من حالي ومن قدراتي، وبحب أشتغل الشغلات اللي بحبها يعني. وكانت من ضمن هالشيء اللي بحبه هو شغل الشمع. استغليت الوقت اللي عندي اللي صار عندي فاضي بالبيت، وصرت أتعلم شغل الشمع. ما احتجت كورسات، قعدت عنت يوتيوب مقالات، استشرت ناس بتشتغل بالشموع وصرت أتعلم. وهيك شوي شوي كبرت الفكرة براسي أكثر، وزاد التخطيط يعني، واشتغلت صفحة على النت سميت المشروع همس الملائكة. يعني أنا صعب علي أنزل ورجي قطع شمعاتي على محلات أو أبرم كتير، فصرت حاكي مثلا محلات مختصة أنه ممكن تعرض عندها شموع على الإنترنت، يعني عن طريقه سويت مثل محل صغير إلي بس على السوشيال ميديا. فأنا متعلقة بالشمع وبحبه من أنا وصغير، وزاد حبي إله هو الشيء بيعطيني طاقة سلام. يعني قد ما كنت متضايقة معصبة، مجرد أني شغلت شمعة وقعدت خلص بهدى وبروق شو ما كانت الحالة تكون. فمن هذا الشعور تولدت فكرة المشروع. حبيت حط هالطاقة الحلوة ووزعها، وتكون بداية أنه شيء استقلالي إلي. نور وسلام تنشره علا بهذه الشموع، وحب للعمل يمكنها أن تكون إحدى السيدات المنتجات في المجتمع.